الذكرى العاشرة على تدشين الأمانة العامة للتظلمات، نظمت الأمانة مؤتمرا دوليا على أن يقام على مدى يومين تحت عنوان فعالية أمناء التظلمات في العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان. ويعتبر هذا المعرض منصة للمهتمين من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل الأفكار المتعلقة بعمل مؤسساتهم. لنتابع التقرير التالي مع الزميل سبيك الدوسري. تزامناً مع الذكرى العاشرة لتدشين الأمانة العامة للتظلمات، تسلط الأمانة الضوء على الريادة البحرينية في مجال عمل مؤسسات أمناء التظلمات، كون الأمانة هي الأولى من نوعها ذات التخصص النوعي في المنطقة، تحت عنوان فعالية أمناء التظلمات في العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان. طبعا اليوم احنا نعقد مؤتمرنا الدولي الاول بمناسبه الاحتفال بمرور 10 سنوات على تدشين الامانه العامه للتظلمات واللي كان في 2013، وطبعا وهي تعتبر من الصروح الرائده في تعزيز مفاهيم حقوق الانسان، وهي طبعا الاولى من نوعها في من ناحيه التخصص النوعي والنتائج والمدلولات. يهدف المؤتمر لنقل التجربة البحرينية من النطاق المحلي والإقليمي إلى النطاق الدولي عبر استعراض دور الأمانة في تعزيز الممارسات الاحترافية المسؤولة. والأمانة العامة للتظلمات هي ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة، وهي تعمل على تلقي الشكاوى من الجمهور وتحقيقها ومن ثم اتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية فيها، وكل هذه في سبيل تعزيز الثقة في وزارة الداخلية. ومن خلال هذا المؤتمر احنا نعمل على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة والخبرات اللي موجودة في هذه الدول لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والارتقاء بها في مملكة البحرين. مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات يعد منصة للمهتمين بعمل مكاتب أمناء التظلمات من جميع أنحاء العالم للارتقاء معا لمناقشة وتبادل الأفكار المتعلقة بعمل مؤسساتهم ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان. وينضم لنا عبر الهاتف الشيخ محمد بن علي آل خليفة مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير بالأمانة العامة للتظلمات. شيخ محمد، أهلا ومرحبا بك معنا في هنا البحرين. لو تكرمت بتعريف المشاهدين عن نبذة مبسطة للإنجازات الأمانة العامة للتظلمات باعتبارها وكما تعلنون أنها الأولى من نوعها لذات التخصص النوعي في المنطقة. السلام عليكم، أحب أرحب فيكم وأسعد المشاهدين. أولا أود أن أؤكد أن الأمانة العامة للتظلمات تعمل ضمن منظومة أكبر وأشمل تضم مؤسسات وأجهزة العدالة الجنائية وأجهزة إنفاذ القانون بهدف ضمان المساءلة وتحقيق سبل العدالة والانصاف أمام الجمهور، وذلك فيما يتعلق بأداء منتسبي وزارة الداخلية، وهذا في حد ذاته يعتبر إنجازا كبيرا لمملكة البحرين على مستوى تعزيز احترام حقوق الإنسان وتأكيدا على النهج الراسخ الالتزام بالقانون من جانب أعضاء السلك الشرطي والمدني بالوزارة. شيخ محمد، ما هي أهمية عقد هذا المؤتمر الدولي، لا سيما يعني هناك مشاركة ووفود دوليين مهمين من مكاتب أمناء التظلمات على مستوى العالم؟ صحيح سلامك الله. فيما يتعلق تنظيم المؤتمر الدولي على مدار اليوم وقد مشيت الله تعالى، فإنه منذ تأسيس الأمانة العامة للتظلمات فإنها تولي اهتماما كبيرا بأسسة وفعاليات التعاون الدولي والتواصل بيننا مع طيف واسع من المهتمين مجالات عملها وأصحاب المصلحة والمؤسسات الشبيهة على المستوى الدولي، تعين منها الاستفادة المشتركة من الخبرات والممارسات المتجددة والحديثة في نطاق تخصصها وتطبيقا حيا وواقعيا لمبدأ الشفافية والاستقلالية. جميل جدا شيخ، ما المرجو تحقيقه من نتائج إيجابية من وراء عقد مثل هذا المؤتمر، وماذا أيضا سيضيفه لمسيرة الأمانة وخططها المستقبلية؟ بطبيعة الحال تعزيز مكانة الأمانة على المستوى الدولي هي أحد أهم الأسباب، وتنسيق الموقف ما بين مكاتب أمناء التظلمات التي لها علاقات ثنائية ومشتركة والتعرف على تجارب الآخرين التي تساعد على وقف خطط وبرامج التطوير الإداري والمهني وأكساب الكادر البشري المهارات الحديثة وأبراز الإنجازات الحقوقية الكبيرة في مملكة البحرين، وخاصة في مجالات عمل أجهزة إنفاذ القانون وفي مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي. جميل جدا، كان معنا عبر الهاتف الشيخ محمد بن علي الخليفة مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير بالأمانة العامة للتظلمات. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.